أزول، تكلمنا في الحلقات اللي فاتت على التفينغ والجرافيتي، تكلمنا عن التفينغ مشاكلها والحلول، تكلمنا عن اختيارات القلم وانواع الورق وكيف تكتب بالخط المربع. هذه المرة نبغى نتكلم عن التفينغ كاليغرافيا، ونبغى نختار نوع آخر من الخطوط، ونبي نركز بس على نوع واحد من الخطوط باش كل مرة نديروا نوع من الخطوط ونستمر فيه. ونتمنى أن هذا العمل يستمر ويصبح جزء من عمل آخر اللي هو نتمناه لتعليم الطلبة الكاليغرافية الأمازيغية للصف الرابع الابتدائي. كل ما نحتاجه للكتابة بالتفينغ هو شيئين بسيطين جدا، اللي هما عندنا احنا هنا عندنا الورق هذا اللي ممكن ما يبينكمش في الكاميرا الخط بتاعه، بس تلقوه في مع الفيديو هذا، حتنزلوه وتطبعوه باش تبدأوا الكتابة به، اللي هو 3.8 ملم نوعية القلم. وهذا القلم اللي هو بنستعملوه تكلمنا عليه في الحلقة من الحلقات الماضية، اللي هو 3.8 ملم. هو النوع هذا من القلم جميل جدا، اللي هو بايلوت، لأنه مستوي، الخط بتاعه مستوي، بس هذا هو السبب اللي احنا نختاره فيه، وإلا أي نوع من الأقلام تقدروا تستعملوه. ونقول لكم هني بعدين كيف تخططوا الورقة اعتمادا على نوع القلم اللي بتستعمله. فخلي نمشوا للطاولة ونبدو في الكتابة. هني مكتوبة كلمة بيس أو الأساس اللي هنخدمه منه. فقط للشرح على السريع، القلم هذا العرض متاعه نديروه، لو تلاحظوا معي هني، لو ندار 4 على بعضهم هكي حيطلع الطول اللي احنا مدارين به البيس والارتفاع متاع القلم. وهذا حنشرحه في أقلام أخرى. أحيانا نوع من الخطوط يكون 4، أحيانا 6، أحيانا 5، أحيانا أقل، على حسب الارتفاع اللي تبي تعرف تبي تدير به الخط متاعك والرفع متاعه وأشياء كثيرة جدا. خلي هني نبدو بالأساسيات بالبداية جدا 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 في الكتابة. يبدأ الإنسان بخطوط بسيطة جدا. الخط المستقيم هذا التعاودة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وحتى تنتهي منه، حتى يدك تتعود على الخط وعلى الكتابة. هذا دائما في أي نوع من أنواع الخط. هني الخط مستقيم فلات من فوق وينزل مستقيم إلى لوطة. بعدين العكس، نبدو من فوق نديروا الخطوط هادو أو نديروهم بالطريقة هذه باش ما نضيعوش هلبة مساحة في الورقة. عندنا إذن خطوط الطول وخطوط العرض. أحيانا يطلبوا منك بعض الخطاطين أو المدرسين تاع الخط أنك أنت تدير خط مستقيم على طول الصفحة، حتى تعود يدك تدير خط مستقيم، وهذا تقدر تديرها براكتس بروحك في الحوش. طيب بعدين عندنا اللي هي 30 درجة، هذه الخط ب 30 درجة، عفوا هو المفروض يكتب لي هنا، ايوه 30 درجة. نجو من هنا ونديروا القلم على 30 درجة. لو تلاحظوا فيه فقط ارق من الخط الثاني شوية، والخط مايل من الجنب، طبعا بسبب الميول حيكون ارق. طيب الاشكالية هذه مش كنت تشوفوا فيه هنا الخط، هني علاش درناه مايل؟ حتبان من الحرف الأول. نبدو بحرف النون، ما يسمى بالسيرف والسان سيرف. هني نوعية الخط اللي بنديرو بها اللي هي نوعية سيرف، يعني فيه هالوصلات الرقاق هادو اللي حيعطوك الشعور ان الكتابة بتاعك متسلسلة ومتواصلة. نبدو بحرف مثلا زي حرف النون، هني درت له سيرف بسيط لو تلاحظوا، اللي هي جبت الخط شوية من برا ودورته، أو في طريقة تانية أنك تجيبه من فوق وتدوره من لوطة بالطريقة هذه. هذا سيضطرك أنك أنت تولي وتدير الخط هذا. لو تلاحظوا هنا هذا حرف النون ولا يان باللغة الأمازيغية. مرة تانية نوريه لكم، تبدأ بالخط هكي وتولي به وتنزل به لوطة وتدير السيرف الثاني الخفيف وتسكر الخط من فوق. إذا هذا السيرف، هذا يان. إذا عندنا حاجتين، عندنا الخط لما يكون من فوق اللي هو نجبدوه ونديروه، وعندنا كذلك السيرف اللي هو من لوطة. نعاود الحاجة الثانية، حرف قريب من هذا. الحرف هذا فيه منه أنواع، فيه يان فيه ياج. لو تلاحظوا الخط اللي درناه قبل شوية هكي، ونضيف عليه الخط اللي من فوق بكري مش درنا خطوط العرض، هني بنديره سيرف واحد تاني في التحت، نجبدو الخط اللي تحت ياج.
نعاود نرسم لكم ياج مرة تانية. نجبدو الخط من فوق، نجبدو له خط واحد تاني، عندنا أفقي وعندنا عمودي وعندنا كذلك أفقي تاني فيه السيرف. هذا ياج نفس اليان هذيك الأولى نقدر ندير بها يال. لو تلاحظوا يال هني فيها يان السيرف الفوقاني نتاع اليان، بعدين تولي ما تديرش في سيرف، تولي باش تطلع الفوق وتجبد مرة تانية على نفس المستوى نتاع 30 درجة قلنا وتطلع بالخط هكي من غير ما تنزل يدك، وتدير هذيك الأكسنت الصغيرة اللي هي حتساعدنا للاستمرار للحرف اللي بعدها. ممكن تشوفوا هنا الخط. طيب عندنا يان ياج يال، معليش مش متناسق هذه، بس أنا غير بفكر ووريكم الفكرة، بعدين حيكون عندكم شيت يبانوا فيها الحروف بالضبط كيف تكتب ويتم تقليدها. أنا غير على عجالة نبي نبين كيف الطريقة اللي تكتب بها هذه الحروف. عندنا ممكن ينكتب كذلك حرف ثاني بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة فيه الطول والعرض اللي هو يت يت. مرة ثانية يت. إذا عندنا ثلاثة حروف ينكتبوا بنفس الطريقة، ما عندكش خيارات هل بنت عندك الخط يجي من فوق يا أما بالعرض. طبعا عندنا كذلك الكيرف، هذا حنوصلوا له بالأمازيغية، لكن في الغالب العام عندك هذه الحروف هي اللي هذه الطريقة اللي هو أفقي وعمودي تكتب بها أغلب الحروف. نديروا مثلا حرف ثاني، هذا البيس الثاني اللي هو زي ما قلنا دائما نديروا به أربعة. نديروا حرف مثلا نديروا له حرف الميم يام، نديروا له شرطة من فوق يام، يبدأ بنفس الشيء ب 30 درجة ويعراض شوية ويندار له خط من فوق. ها نعاودوا سامحوني، إعراض باش يولي ياط. شوفوا هنا ها ياض عفوا ولكن ياط كذلك. ها الشرطة ويندل له الشرطة الصغيرة هذيك، غير القلم أو نوعية الورق ربما ما عاونتنيش هلبة هني. بعدين عندنا الياو، ها ياو نقدر نديرو كذلك حروف فيها الطول والعرض زي مثلا ها شفتوا هذيك السيرف اللي حكيت لكم عليها ديما حتكون معاكم ياك، معقدة شوية خلينا ناخذها بشوية بشوية. ها تنزل من فوق وتنزل لوطا من غير ما تنحي يدك، تدير الشرطة اللي فوق وتردها بثلاثين درجة هني، نفس السيرف ها بيتعاود مرة تانية في الطريقة هذه. نفس الشيء في الياق، شفتي الأكسنت هذه اللي كنا استخدمناها في الياج ولت مرة تانية إلى آخره من الخطوط. هني ممكن نخش في حاجة تانية وهي قضية استعمالات الدوائر أو الهلال، بالإضافة إلى الشرطات والدياجنال هذا والخط المستقيم والشبه الانحناء، عندنا استعمال تاني وهو استعمال أنصاف الدوائر. هني شوفوها الضفيرة هذه أو الهلال، لاحظوا معي الضفيرة أو الهلال هذا يا مرة تانية يا نفس الشيء يندر بي يو يا يو. إذن كلها مبنية على هذا الهلال، والهلال هذا يتسكر من الجهة الثانية. طيب الهلال هذا لو كبرناه كذلك نستخدمه، وطبعا فيه إيلم حتى هو تحط غير الشرطة بيناتهم. الآن يبقى الهلال هذا يمكن استعماله كذلك في خمسة حروف أخرى، فمثلا يار، والهلال زي ما تشوف فيه نيه ممكن إقفاله من الناحية الثانية فيصبح يار، يصبح ياب، يصبح ياس، يصبح ياص، يصبح ياه إلى آخره. إذا هو عبارة عن هلال كبير ويتسكر من الجهة الثانية بهلال. سامحوني يعني ربما ما فيش كونسيستنسي هنا، لكن نحاول نقرب هذا الموضوع. هني لو تلاحظوا في أسفل الخط استمريت باليار
أطول شوية خليتها أطول من الخط نتاع البيس. هذه حنشرحها مرة تانية باش تعطي انطباع للحروف اللي هي مش مستقيمة وهي أقل في الـ في 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 في, في الغلظ نتاعها، تستعمل تدير فيها أكبر باش تبان كأنها بنفس الحجم نتاع الحروف التانية، خدعة بصرية ليست إلا. طيب مرة أخيرة حنجرب حروف ثانية اللي هي فيها استعمالات الكر، زي مثلا ياز ولا ياز، نفس الهلال. مرة تانية هذا نجيبوه مع بعضنا. لو تلاحظوا فيه نصف الهلال من فوق فيه الخط، وبعدين نديروا هالتعكيفة هذه الصغيرة باش نجيبوا الياز زي ما هي. ها نعودها مرة تانية، نصف الهلال نردوها ياز، وبعدين عندنا طبعا الياغ والياي واليي كلهم أصلا مبنيين على هذا الحرف. ها وزي ما ذكرنا اللي هي مبنية على هالإضافات هذه اللي تخلي الخط أطول شوية. المرت وصلنا لنهاية الحلقة، ونتمنى أنكم أنتم ما تستعجلوش. زي ما شفتوا الخطوط خديناهم خطوة بخطوة، الخطوط المستقيمة والأفقية والعمودية، وبعدين أشبه الدوائر، بعدين الأكسنت هذه اللي ندير فيها في نهاية الحرف، وبعدين الشرطات وإلى آخره والنقاط. فنتمنى أن البراكتس يمشي صفحة بصفحة، كل يوم مثلا تأخذ الخط المستقيم، تعرف إيش يأخذ الإنسان الخط المستقيم هذا، يأخذ منه وقت. ولهذا نتمنى أن تستفيدوا من هذه الدروس، واللي عنده أي ملاحظات أو أي إضافات يريد تتواصلوا معنا. تنميرت.